يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول من مجتمع مسلم يسكن في الغرب. يقول السائل: اشترينا عمارة بنية تحويلها إلى مسجد. إلى مسجد. نعم. اشتريناها بقرض قيمته 100,000 جنيه استرليني مأخوذ من المجتمع المسلم. يقول: ولم نفتح المسجد بعد. سؤاله: إذا لم نستطع التسديد لهذا القرض، هل يجوز إغلاق المسجد بعد أن تم الانتهاء منه وبدء إقامة الصلاة فيه؟ وما نصيح؟ المسجد ما يغلق، لكن تطلبون من المسلمين، تطلبون المساعدة من المسلمين، والمسلمون إن شاء الله لا يقصرون، يطلبون من المحسنين والتجار ولا يقصرون في هذا في المسجد. نعم.